ملياردير جزائري يهاجم نظام بلاده بسبب المغرب. انتقد رشيد نجاز الملياردير الجزائري والناشط السياسي المعارض سياسة النظام الجزائري العسكري المعادي للمملكة المغربية، مبرزا أن مقاطعة الدبلوماسية المغربية والاقتصاد المغربي ليست في مصلحة الشعب الجزائري. وأضاف المتحدث في شريط فيديو مدته تزيد عن 4 دقائق أنه لا يفهم كيف لدولة أن تقطع علاقتها مع جار لها فقط بسبب أن الأخير له علاقات مع إسرائيل. وأشار نجاز إلى أن سبب عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل ما هي إلا ذريعة يختبئ وراءها النظام الجزائري لقطع كل علاقته مع جاره الذي تجمعه به ديانة الإسلام والثقافة وغيرها من النقاط المشتركة. وخطب السياسي المعارض وزير الخارجية الجزائري رمطال عمامرة قائلا: علاش ما قطعتيش العلاقة مع الإمارات والبحرين؟ ياك حتى هما عندهم علاقات مع إسرائيل، ولا لقيتي غير المغرب اللي تقطع معها هذه العلاقات؟